إنني في مأزق كبير، سوف أخسر المسابقة. بلى بلى يا أختاه، سوف نفوز بالمسابقة. ترى أين ذهب الأستاذ عبد الصمد؟ البقاء لله. أنا ناصر هو اللي هيخش المسابقة. ناصر حافظ وقابض. ناصر حافظ ومذاكر. طفل يتيم أهله مدبوحين. أحقا أنت حافظ يا فتى؟ ثقة في الله نجاح. بارك الله فيك. حملت على كل حاجة يا بهجت؟ كله جاهز يا كبير. توكلنا على الله. حسب كده أنا اسمع. الواد الجبروت ده. أهلا ومرحبا بكم في المسابقة السنوية لدور الأيتام تحت رعاية مؤسسة نور الأمل الخيرية. والمتسابقان اليوم هما نبيل عبد العزيز، ناصر السرعان، حبيب الملايين. ناصر يا سيطرة، حبيبي يا دكتورة. من دار رعاية الأيتام، والآن نبدأ المسابقة. وعلى المتسابقان الإجابة على جميع الأسئلة التي ستوجه لهم. خليها على الله. إنني قلق للغاية، أواثق أنت أن هذا الفتى على القدر الكافي من المعرفة والعلم؟ أواثق أنت أيها الطبيب؟ أواثق أنا أيها المريض. الله معك يا ناصر. السؤال الأول، ما هي عاصمة جمهورية مصر العربية؟ القاهرة. الدويقة. أننا نغرق. والله أنا قايل له الجيزة. إجابة صحيحة لناصر. السؤال الثاني، من هو ملك مصر الفرعوني الذي لقب بلقب موحد القطرين؟ وليك يا ناصر. الملك يا محمد وليك. إجابة صحيحة يا ناصر. برافو برافو حبيبي. ابعت. السؤال الثالث والأخير، واللي هيجاوب هيكسب. ما هو الجذر التكعيبي اللي رقم 9؟ إجابة صحيحة. مبروك لناصر اللي فاز بمسابقة دار الأيتام. تراني مندهشة من فوز هذا الحمار، ولكن ربك حليم ستار. ده بيشاع ذكاء، بيخر معرفة، بيشرب سجاير. اوعى تنسى الطلب اللي طردته منه. عيب عليك يا كبير، جاهز. الباسبور اهو باسم مختلف، تسافر بيه الحتة اللي انت عايزها. طب والبيتزا؟ اسمها الفيزا جوه. أول ما توصل إيطاليا تكلمني على طول. حصل. وحشنا يا كبير. وانت كمان يا ناصر. فين بقى المصلحة اللي قلت لي هقضيها لك؟ هي فين المكنة؟ اسمها داليا، جاية. لم لم. بارك الله فيك يا ناصر، رفعت رأس ملجأنا بعلمك وثقافتك. الثقافة دي عندي من زمان، بس أنا قصة إني أعيش في عدن ولية تحضني. ولية تحضنك؟ زي أمي يعني، وتتجوز الراجل ده. هو يقصد يعني الانكماش الأسري اللي هو انحرم منه، عايز يلاقيه في أب وأم، وأنا كأب اتحرمت من نعمة الأبوبة، نفسي في طفلي يقول لي يا سلطان. نعمة الأبوبة. للأسف يا سلطان لا أستطيع. لا أستطيع؟ لا وسال أنت كده بس يا أبو سلطان. ما أنا تتجوزيه لإما الفيديو بتاعك وانت بتستحمي هينزل على النت النهارده. يا لك من وغد حقير. ما أنا ما قلتلكيش، أنا زرع كاميرات في كل حتة. شفت كزرة زي دي قبل كده؟ فعلا كزر. حسنا يا سلطان سوف أستطيع. هتوحشنا ناصر. لو حصل أي عوى واحتجتلي اتصل بيا من غير ما تقول يا كبير.